السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف تاني اعدادي. في درسنا النهارده هنتكلم على فاكتورنج باي جروب. كنا اتكلمنا عن الفاكتورايزيشن وقلنا ان هي عباره عن ري رايت ذا اكسبريشن از ذا برودكت اوف تو اور مور فاكتورز. قلنا عندنا في الفاكتورايزيشن اول نوع واهم نوع اللي مكمل معانا فاكتورنج باي تيكينج ذا هايست كومن فاكتور. كل انواع الفاكتورايزيشن لازم ادور على الكومن فاكتور. بعد كده نقدر نحدد نوع الفاكتورايزيشن اللي عندنا على حسب النمبر اوف تيرمز. فلو كان عندي هنا 3 terms كنا بنتكلم على factoring trinomial expression. في trinomial expression بيتقسم لثلاث انواع. اول نوع لو ال coefficient of x power 2 equals 1. بعد كده لو ال coefficient of x power 2 not equals to positive or negative 1. تالت نوع اللي هو perfect square expression. بعد كده بنتكلم على البينوميال. البينوميال اللي هو بيتكون من 2 terms. فعندي دلوقتي في البينوميال كان difference of 2 squares, difference and sum of 2 cubes. النهارده هنتكلم لو كان عندي الاكسبريشن اكتر من 3 terms اللي هو الفاكتورنج باي جروب. فتعال نشوف مع بعض ممكن السؤال يجي لنا ازاي. السؤال بيجي عندنا factorize each of the following ويجيب لنا 4 terms. اول حاجه عندي في الفاكتورنج باي جروبنج انا هحدد نوع الفاكتورايزيشن، يا اما بقسمهم اتنين مع بعض او 3 terms 1 term. امتى بنعمل كده وامتى بنعمل كده؟ تعال نشوف. الاساس عندي في الجروبنج ان انا بقسمهم اتنين، بشرط عندي ان الاثنين اللي انا هاخدهم لازم يكون فيهم common factor. وشرط تاني بعد ما ناخد common factor هنرجع ناخد common factor كمان مرة. يعني ايه؟ تعال نشوف دلوقتي. لو انا كان عندي في اول سؤال بيقول لنا 2a bar 2 minus 2b plus ab minus 4. لو انا جيت بصيت على common factor اللي موجود، انا عندي هنا 2a bar 2 هنا negative 2b، يبقى نقدر نقول ان انا عندي 2 as a common factor، وهنا ab وهنا negative 4 as a common factor. تعالى نعملهم مع بعض كده. الفكره الاساسيه انا بعمل 2 brackets بقسمهم 2 groups، الساين اللي ما بينهم دايما لازم يكون بلس. بكتب ال 2 terms في الاول 2a bar 2 minus 2b وهنا ab minus 4a. تعالى نكمل. ال common factor اللي موجود قلنا 2، نفتح bracket يتبقى عندنا a bar 2 minus b، لان لما عملت divided by 2 هيتبقى a bar 2 divided by 2 هيتبقى minus b. ال common factor اللي موجود هنا لان كان عندي 4a، فيبقى انا عندي هنا ال a as a common factor. ab divided by a equals b. 4a divided by a equals 4. لو خدت بالك هنا ان ال 2 brackets دول مش زي بعض، كده السؤال وقف. يعني معنى كده ان اختيارنا الاول لل 2 terms ده كان غلط. لازم يكون ال 2 terms بعد ما اعمل لهم factorization الانسر اللي تطلع لازم يكون لكل جروب من دول common factor. طب انا هنا مفيش common factor، يعني معنى كده اختيارنا غلط، نرجع نختار من اول وجديد. احنا كنا الاول اخترنا الاول والتاني. طب تعالى نشوف لو انا قلت هنا الاول مع التالت والتاني مع الرابع. تعالى نجرب كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. 2a bar 2 plus ab، اتفقنا عندي 2 brackets ما بينهم دايما plus، دايما ما بينهم plus، minus 2b minus 4a. انا قلت عندي 2a bar 2 وab دول مع بعض في جروب، و2b مع 4a مع بعض. الكومن فاكتور اللي موجود هنا هيكون عندي الـ a، يبقى انا عندي هنا a as a common factor. بتبقى عندي هنا 2a لان 2a bar 2 divided by a equals 2a plus ab divided by a equals b. وبعد كده لو خدت بالك هتلاقي عندك الـ 2 terms دول negative، فتاخد negative بره as a common factor. الـ 2 terms دول common factor لهم 2، يبقى انا عندي هنا negative 2 divided by negative 2 equals 1 ويتبقى عندي ال b. negative 4 divided by 2 equals positive 2. طالما انت خدت negative يبقى تغير الساين اللي بعدها كلها وننزل ال a زي ما هي. لو جيت بصيت هتلاقي ان ال 2 brackets دول الاتنين زي بعض، محدش يقول ان هما متبدلين. 3 plus 5 هي 5 plus 3، في ال plus مش هتفرق مين اللي مكتوب الاول. ال 2 brackets الاتنين زي بعض يبقى احنا كده ماشيين صح. تعال نكمل. يبقى انا هاخد 2a plus b as the common factor ونفتح براكت. لما ناخد 2a plus b as the common factor يتبقى عندي هنا a، وناخد 2a plus b as the common factor يتبقى عندنا minus 2. يبقى الاكسبريشن دلوقتي هيكون 2a plus b multiplied by a minus 2. تاني 5b plus xa plus 5a plus xb. تعال نشوف مين الكومن فاكتور. لو خدت بالي انا اقدر اقول هنا ان 5a مع 5b والxa مع الxb. تعالى نكتب. هفتح 2 brackets، الساين اللي في النص ما بينهم plus، يبقى انا عندي هنا 5b plus 5a وهنا xa plus xb.
واقول له equal. الكومن فاكتور اللي موجود عندي هنا 5 divided by 5 equals b plus divided by 5 equals a. الكومن فاكتور اللي موجود هنا هلاقي ان الاكس هي الكومن فاكتور. xa divided by x equals a. xb divided by x equals b. ال two brackets دلوقتي الاثنين زي بعض. يبقى نقدر نقول عندنا هنا ان a plus b are the common factor. اللي يكتبها b plus a الاثنين زي بعض. 3 plus 5 هي 5 plus 3. نقول عندنا لما ناخد ده هنا common factor يتبقى عندي هنا ال 5. وننزل sign of the middle. لما ناخد ده the common factor يتبقى عندي x. بنفس الطريقة نقدر نحل. أنا عندي هنا x power 3 minus x power 2. minus 9x plus 9. طب ما انا اقدر اقول ان انا عندي هنا ال x power 3 minus x at the group و negative 9x plus 9 at the group. يبقى قلنا عندنا بنكتب عندنا هنا 2 brackets وما بينهم دايما plus x power 3 minus x power 2 وهنا negative 9x plus 9. دايما حط sign plus بره لان لما بتحط plus ما بتغيرش sign اللي بعدها. لو انت حطيت minus هتغير sign اللي بعدها. الكومن فاكتور اللي موجود عندي هنا اللي هو الاكس باور 2 لان احنا اتفقنا اكس واكس بكتبها وباخد الباور الاصغر. اكس باور 3 divided by x باور 2 equals x minus x باور 2 divided by x باور 2 equals 1 plus انا عندي هنا الاول ترم هنا اتفقنا ان ده دايما لازم يكون بوزيتيف فنقدر نقول ان هاخد نيجاتيف بره هذا كومن فاكتور. لازم يكون اللي في الاول هنا ده لازم يكون بوزيتيف. فانا عندي هنا هاخد negative 9 as the common factor. negative 9x divided by negative 9 equal positive x. طالما انت اخدت negative غير الساين اللي بعدها. 9 divided by negative 9 equals negative 1. لو خدت بالك هتلاقي هنا x minus 1 وهنا x minus 1. يبقى نقول له عندنا هنا x minus 1 as the common factor. ونفتح bracket. اللي اتبقى عندي هنا x bar 2. اللي اتبقى عندي هنا ال 9. طب ما تبص عندي هنا انا عندي x باور 2. طول ما عندك حاجه فيها باور 2 باور 3 اسال نفسك هل يا ترى اقدر اكمل الفاكتورايزيشن ولا لا؟ الفيرست فاكتور هنا اوف ذا فيرست ديجري. يعني معنى كده ان الاكس عليها باور 1 ده كده اخر حاجه في الفاكتورايزيشن، ده كده برايم اكسبريشن. يعني ما اقدرش اعمل له فاكتورايزيشن كمان مره. طالما انا عندي باور 2 لازم اتاكد تاني. ده انا عندي هنا x باور 2 هنا 9 ده هنا سكوير وده سكوير والساين اللي في النص ماينس يبقى ديفرنس اوف 2 سكوير. يبقى نكتب البراكت اللي في الاول زي ما هو. بعد كده x باور 2 minus 9 difference of 2 squares زي ما احنا فاكرين. بنفتح عندنا 2 براكت. the square root of the first. the square root of the second. مرة plus مرة minus. تاني. x باور 3 minus 3x باور 2 plus 27 minus 9x. انا عندي هنا x باور 3 و x باور 2 نقدر ناخد منهم common factor اللي هو x باور 2. و 27 و negative 9 نقدر نقول 9 as the common factor. يبقى انا هقسمهم مع بعض 2 brackets بالشكل ده x bar 3 minus 3x bar 2 وهنا 27 minus 9x. الساين اللي في النص ما بين ال 2 brackets في اول سطر دايما لازم تكون positive. انا عندي x bar 3 و x bar 2 هناخد ال x as the common factor وال x الاصغر في الباور اللي هي ال x bar. x bar 3 divided by x bar 2 equals x minus 3x bar 2 divided by x bar 2 هننزل ال 3 زي ما هي x bar 2 راحت مع x bar 2 plus عندي هنا 27 وهنا 9 الاثنين دول divisible by 9 يبقى ناخد ال 9 as the common factor. 27 divided by 9 equals 3 minus 9x divided by 9 equals x لان ال 9 هتروح مع 9 بقى عندي x. ال 2 brackets دول لو خدت بالك هتلاقيهم x minus 3 و 3 minus x. الاثنين زي بعض بس واحد منهم positive وواحد negative. يبقى انا هغير الساين اللي بره هنا عشان ابدله. يبقى هتبقى equals x bar 2 divided by x minus 3 minus اتفقنا انا بغير الساين اللي بره. لو دي plus تبقى minus، لو minus تبقى plus. نغيرها ونبدل اللي جوه ال bracket. يبقى انا دلوقتي بقى عندي هنا ال 2 brackets الاثنين زي بعض نقدر نقول عندنا ان عندي هنا common factor. يبقى انا عندي x minus 3 as the common factor اللي اتبقى من ال first term هنا اللي هو ال x bar 2 minus 9. تاني رجعنا لنفس الصوره x bar 2 minus 9 is difference of 2 square لان الاول باور 2
والتاني باور 2 يبقى نقدر نكمل الفاكتورايزيشن. يبقى البراكت الاولاني بيتكتب زي ما هو، نفتح عندنا هنا 2 براكتس x بلس 3 و x ماينس 3. في الاول انت بتعتقد ان الموضوع عندك طويل، بعد كده من كتر الحل هتلاقي الموضوع ماشي معاك سهل بسيط جدا، مفيش فيه اي مشكله. الفكره الاساسيه اللي عندي لازم تحل اكتر من مره، كل ما هتحل اكتر الموضوع بالنسبه لك هيكون سهل. في question number 5 بيقول لي x bar 2 minus y bar 2 plus 5x minus 5y. حد يقول لي انا هاخد هنا ال x bar 2 مع ال 5x والنيجاتيف y bar 2 مع النيجاتيف 5y. ماشي تعال نكمل. انا هفتح عندي هنا 2 brackets واقول x bar 2 plus 5x وهنا نيجاتيف y bar 2. اتفقنا كل حاجة بتنزل بالساين بتاعتها طالما انا عندي هنا plus bar minus 5y. طيب تعال نشوف عندنا هنا، نقول ان الx ده common factor، يبقى انا عندي الx plus 5. طالما الاثنين نيجاتيف ناخد نيجاتيف بره ده common factor، والاثنين عندنا هنا y، يبقى انا عندي هنا y plus 5. ده 2 brackets الاثنين مختلفين، يعني معنى كده اجابتنا غلط. 2 brackets اللي احنا اخترناهم او ال 2 terms اللي احنا اخترناهم عشان نكونهم groups الاثنين غلط. تعال نرجع تاني. احنا كنا اخترنا الاول والثالث والثاني والرابع. طيب لو جيت بصيت مش هلاقي حاجه تانية تنفع نقول ان انا عندي هنا كومن فاكتور. بس في حاجه تانية، مش شرط التو تيرمز اللي انت اخترتهم لازم يكون فاكتورايزيشن باي تيكينج ذا هايست كومن فاكتور، ممكن يكون نوع تاني في الفاكتورايزيشن. فالفاكتورايزيشن اللي كان عندي هنا اللي ينفع مع التو تيرمز الهايست كومن فاكتور ديفرنس اوف تو سكويرز ديفرنس اوف تو كيوبس. طب الهايست كومن فاكتور ما ينفعش، دور على two terms تقدر تعملهم difference of two squares. اه ده انا عندي ال x bar 2 وال y bar 2 ما بينهم minus نقدر نعملهم، يبقى دول مع بعض اخدهم as a group x bar 2 minus y bar 2 plus 5x minus 5y. تاني انا عملت ايه؟ انا قسمت عندي هنا two groups. الجروب الاول هعمله factorization by difference of two squares، الجروب التاني هاخد عندي هنا ال 5 as a common factor. تعال نكمل مع بعض. الترم الاولاني ده هنعمله او الجروب اللي في الاول هنعمله difference of two squares، هيكون x plus y و x minus y، the square root of the first the square root of the second مرة plus ومرة minus. يبقى ده كده الجروب اللي في الاول plus الجروب التاني، اتفقنا هيكون عندنا 5 as a common factor. يتبقى عندي هنا x minus y. طب تعال نبص كده في اول جروب، ده انا عندي x minus y وفي تاني جروب عندي x minus y، يبقى هو ده الكومن فاكتور. طالما وصلت ان انا عندي براكت موجود في الفيرست تيرم او الفيرست جروب والسكند جروب الاثنين زي بعض، يبقى كده احنا ماشيين صح. يبقى انا عندي هنا x minus y as a common factor. اللي اتبقى عندي هنا من الفيرست تيرم اللي هو ال x plus y، وننزل الساين اوف ذا ميدل زي ما هي. اللي اتبقى عندي هنا من السكند تيرم اللي هو ال 5. تاني هنشوف عندنا في question 6 بنفس الطريقه. أنا عندي x bar 2 minus 4y bar 2 minus 5x plus 10y. لو أنا خدت ال x bar 2 مع ال 5x وال 4y bar 2 مع ال 10y هتوصل عندنا نفس الناتج، إن هيكون عندي في ترم في x والترم التاني في y، أو الجروب الأول في x والجروب التاني في y. طيب تعال نشوف، يبقى كده مش هينفع ناخد ال highest common factor الاثنين. أنا عندي binomial، يبقى ندور على نوع تاني من أنواع الفاكتورايزيشن. الفاكتورايزيشن اللي عندي للبينوميال ال highest common factor difference of two squares summon difference of two cubes. طب ما انا اقدر اقول دلوقتي ان ال x bar 2 minus 4y bar 2 نقدر نعملهم factorization by difference of two squares. يبقى ده اول bracket plus ده تاني bracket او تاني group ال x bar 2 minus 4y bar 2 وهنا negative 5x plus 10y. اتفقنا عندنا اللي في الاول اللي هو difference of two squares، بنفتح two brackets the square root of the first اللي هو x the square root of the second اللي هو 2y ومرة plus ومرة minus. طيب تعال على second group negative 5x plus 10y. الأول هنا negative يبقى ناخد negative as a common factor، الاتنين دول divisible by 5 يبقى ناخد negative 5 as a common factor. يبقى أنا عندي هنا negative 5x divided by negative 5 equals x، وهنا 10y divided by negative 5 equals negative 2y. ده هنا second group. هنلاحظ عندنا ان انا عندي x minus 2y و x minus 2y. يبقى انا عندي هنا نقول x minus 2y as a common factor،
اللي اتبقى في البراكت الاولاني اللي هو x plus 2y، اللي اتبقى في البراكت الثاني دايما بننزل الساين اوف ذا ميدل ونكتب ال5. يبقى تاني انا بعمل ايه؟ انا قسمتهم عندنا هنا 2 terms 2 terms، بدور على نوع الفاكتورايزيشن اللي بينفع مع ال2 terms. ال2 terms دول اول حاجه بدور على الهايست كومن فاكتور، مفيش هايست كومن فاكتور بندور على difference of 2 squares او summon difference of 2 cubes. بعد ما بعمل الفاكتورايزيشن بنطلع البراكت المشترك عندي او المتكرر ده هو ده الكومن فاكتور. بعد كده نكمل الفاكتورايزيشن عندنا بكل بساطه. لو لقيت تيرم عندنا او لقيت جروب عندك او فاكتور كان عليه باور 2 ابدا بص فيه، هل يا ترى اقدر اكمل معاه الفاكتورايزيشن ولا لا؟ طول ما هو عليه باور 1 او مفيش عليه باور يبقى معنى كده ان ده برايم اكسبريشن، ما يقدرش نعمله فاكتورايزيشن اكتر من كده. عليه باور 2 باور 3 او اكتر ابدا بص عليه، هل يا ترى اقدر اكمل فاكتورايزيشن معاه ولا كده خلاص ده اخر مرحله للفاكتورايزيشن. في كويستشن نمبر 7 بيقول لي 12x باور 3 ماينس 8x باور 2 بلس 18x باور 2y ماينس 12x. انا عندي هنا التو تيرمز دول فيهم اكس بار 2 وهنا اكس بار 2 واي وهنا اكس واي، نقدر ناخدهم على كومن فاكتور. تعال نكمل مع بعض، يبقى انا عندي هنا 12 اكس بار 3 ماينس 8 اكس بار 2 بلس، دايما الساين اللي في النص هنا دايما بتكون بلس، 18 اكس بار 2 واي ماينس 12 اكس واي. انا عندي هنا الكومن فاكتور التو نمبرز دول الاثنين ديفيزبل باي 4، ناخد 4 اذا كمان فاكتور. عندي x و x، نكتب x بره ونكتب الباور الصغير. 12 divided by 4 equal 3. x بار 3 divided by x بار 2 equals x. negative 8 divided by 4 equals negative 2. x بار 2 راحت مع x بار 2. 18 and 12 الاثنين divisible by 6. بنكتب 6 اذا كمان فاكتور. x و x ناخد ال x الاصغر. y و y ناخد ال y الاصغر. 18 divided by 6 equals 3. x بار 2 divided by x equals x. الواي راحت مع الواي. وننزل الساين. 12 divided by 6 equals 2. x راحت مع الاكس، الواي راحت مع الواي. هتلاقي عندك هنا ان البراكت اللي في الاول هو هو البراكت اللي في الثاني. يبقى انا عندي هنا 3x minus 2 هذا common factor، يتبقى 4x بار 2 plus 6xy. اتفقنا لو في تيرم في باور 2 ابدا ابص في كومن فاكتور ولا لا. هتلاقي عندك هنا ان انا اقدر اقول ان في 2 اذا كومن فاكتور، ال 4 وال 6 الاثنين ديفيزبل باي 2، يبقى نقول عندنا هنا 2 اذا كومن فاكتور، والاكس باور 2 وهنا اكس ناخد اكس اذا كومن فاكتور. بعد كده نكمل فاكتورايزيشن عادي خالص. انا هكتب الاول تيرم ده زي ما هو، مفيش فيه اي مشكله. طبعا ترتيب الفاكتورز مش هيفرق معايا لان 2 تايم 3 تايمز 4 هي يا 3 تايمز 2 تايمز 4، لو انا بدلت ما بيفرقش معايا في المالتيبليكيشن. 4 divided by 2 equals 2. x بار 2 divided by x equals x. 6 divided by 2 equals 3. x راحت مع x ويتبقى عندي هنا الواي. في question number 8 بيقول لي x بار 2 minus 2xy plus y بار 2 minus c بار 2. السؤال ده مهم جدا. اي سؤال عندنا هيجي لك x بار 2 y بار 2 وفيهم ترم في x y الاخير ملوش علاقه بيهم، اعرف ان طريقه التقسيم هتكون مختلفه. انا كل مره كنت بقسمهم اتنينات وبعد كده بكمل فاكتورايزيشن. المره دي انا هقسمهم تلاته وواحد لواحد. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا هاخد اول 3 تيرمز دول اللي هما فيهم الاكس بار 2 والاكس واي والواي بار 2 واقول له هنا ايكوال. ادي الاكس بار 2 ماينس 2 اكس واي بلس واي بار 2 ماينس سي بار 2. هيبقى ايه؟ لو جينا بصينا على الاكسبريشن ده بيرفكت سكوير اكسبريشن، 3 تيرمز والاول له سكوير روت والاخير له سكوير روت، لو عملتهم الاثنين تايمز يديك الميدل، والاول والاخير بوزيتيف يبقى ده بيرفكت سكوير اكسبريشن. يبقى انا عندي هنا ذا سكوير روت اوف ذا فيرست اللي هو الاكس وذا ساين اوف ذا ميدل، ذا سكوير روت اوف ذا سكند اللي هو الواي، اول تو ذا باور 2 ماينس سي باور 2. ده انا عندي هنا اكسبريشن ده باور 2 وده باور 2 والساين في النص ماينس، يبقى ده difference of two squares. يبقى كل اللي انا هعمله هفتح two brackets بالشكل ده. ال square root اللي في الاول يعني معنى كده شيل الساين، يبقى ال x minus y وهنا x minus y. ده square root of the second شيل ال power 2، يبقى هنا c وهنا c. مره plus جنب c ومره minus. تاني انا عملت ايه؟ اول حاجه انا خدت اول 3 terms دول مع بعض، انا جمعت دول مع بعض كده وخليتهم perfect square.
بعد ما عملتهم perfect square انا كان عندي هنا minus c، لقيت عندي هنا difference of two squares. عملت factorization الموضوع بكل بساطة، يبقى انا كده حولت ال expression to the product of two factors. تاني بنفس الطريقة، انا عندي هنا x bar 2 plus 9y bar 2 minus 25 plus 6xy. ده انا عندي هنا x bar 2 y bar 2 و xy، والاخير ده مختلف عنهم، يبقى انا هجمع دول مع بعض بس هرتبهم. هرتب عندي ال x bar 2 بعدها لازم يكون standard form ال x bar 2 x وبعدين مفيش x، يبقى انا عندي هنا 6xy plus 9y bar 2 minus 25. انا بدلت بس التالت مكان الرابع والرابع مكان التالت. بعد كده بص على ال expression ده، هتلاقيه عندك perfect square. The square root of the first, the sine of the middle, the square root of the third اللي هو 3y all to the power 2 minus ال 25 دي ما نقدر اكتبها اللي هي 5 bar 2. الاول square والتاني square، الساين اللي في النص minus، يبقى difference of 2 squares. يبقى انا كده خلصت سؤالي البراكت الاول البراكت الثاني، اشيل الباور 2 يبقى انا عندي هنا x plus 3y x plus 3y ال 5 bar 2 يبقى انا عندي هنا 5 و 5 مرة plus ومرة minus. تاني بنفس الطريقة، انا عندي x bar 2 minus 10xy plus 25y bar 2 minus 36. عندي هنا x bar 2 و xy y bar 2 والاخير ملوش علاقة بيه، يبقى هجمعهم مع بعض 3 terms minus 36. انا عندي هنا ال x bar 2 minus 10xy plus 25y to the power 2. 36 نقدر نكتبها في صورة 6 to the power 2 واقول له equals ال square root of the first with the sine of the middle, the square root of the second اللي هي ال 5y all to the power 2 minus 6 to the power 2. الأول power 2 والتاني power 2 sine of نص minus، يبقى difference of 2 squares. يبقى نقول له عندنا هنا 2 brackets the square root of the first اللي هو ال x minus 5y the square root of the second اللي هو 6 وهنا 6 مرة plus ومرة minus. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.